كما كتلاحظوا اليوم كان الافتتاح ديال موسم المقانس ديال 2014 و 2015 وكان محفوف بالمخاطر بزاف. كانوا القناصه كاملين كيضربوا في جميع الجهات بدون مراعاة اي قناص حداهم او حتى المنازل اللي كاينين. والمشاكل اللي كنعيشوها كقناصه في المغرب، عندنا مشاكل ما بين الجامعه الملكيه المغربيه اللي ما كنشوفوش لا مجهودات ديالها ولا الخدمه ديالها ما كتبانش لنا على الارض الواقع. كما كتشوفوا الجامعه ولا المياه والغابات خدامين مع لي زاموديياسيون اللي هما الجمعيات القنص، اما القناص اللي كيصيد في البلايص اللي مطلوقين ما شو ما كاين لا حجل لا والو، ما كاينش الوحيش قل بزاف حيت ما كاينش حراسه. وكنتمنوا هادشي يكون للقدام ان شاء الله، يكون هاد الهوايه ديال القنص يعطيوها اهميه. وعندنا مشكل واحد اخر هو ديال الطوابع ديالنا، ديما ما كنلقاهمش. فحتى الموسم القنص كينطلق في شهر اكتوبر وفي شتنبر كنبداو ناخذوا الطوابع، ما كنلقاهمش. شريت الطابع ديال مثلا 600 درهم من الولايات، شريت ديال 300 درهم من دار الضريبه، كاين ديال 150 درهم عاوتاني، وكاين 100 درهم. كل طابع كتاخذو من بلاصه وما كنلقاهمش، هذا مشكل كبير بالنسبه لنا. مشاكل كثيره لقيناها اليوم، منها المشاكل اللي كيلقى الصياد قله الوحيش، والتنظيم اللي كاين ما بين الجامعه والملكيه للقنص، والتنظيم اللي كاين بين المياه والغابات اللي كيتجلى في قله الوحيش. يعني كتلقاو مشاكل كثيره، يعني ما كتلقاش الوحش، ما كتلقاش بزاف د الحوايج، يعني كتخرج تلبي واحد الرغبه ديالك ولا الهوايه ديالك ما كتحققهاش على كامل الرضا ديالك. اللي كتخرج كتلقى الوحش قليل، كتلقى بزاف المشاكل. ونزيدوا حاجه اخرى، نقطه اللي هي مهمه بزاف، هي صيد الجائر، يعني اللي ما خلى لنا حتى شي حاجه. وهذيك المشاكل خصنا نشوفوها ان شاء الله من هنا لقدام، باش هاد الهوايه تزيد لقدام ان شاء الله.